قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم، حبيت نعرفكم البنات على هذه القناة. هذه صديقة ليا مصرية. المهم نتمنى ان شاء الله انكم تدخلوا ليها وتدعموها. هذه القناة بزاف هايلة، انا صراحة تعجب لي انه فيها، شوفوا فيها افكار دير واحد الافكار هايلة هايلة. فيها ثاني دير لي فلوغ، هي اصلا مصرية مي مغتربة في السعودية، دير طبخات مصرية بما انه معظم الناس يطلبوا مني يعني ندير طبخات مصرية. هي ثاني دير طبخات مصرية، دير لي فلوغ، دير مشتريات، يعني قناتها تستاهل ده. بصح ما طلعتش، نتمنى ان شاء الله تدخلوا ليها وتدعموها وخليوا لها تعليق في اخر فيديو اللي حطاته. قناتها فيها افكار، فيها تدابير متنوعة من كل شيء. دير فيديوهات الافكار للمساحات الضيقة، شوفوا يعني اي فكرة تخطر ببالكم تلقاوها عندها. دير واحد الافكار انا والله غير يعجبوني. نتمنى ان شاء الله تدخلوا ليها وتفرحوها. ديروا لها ابوني في قناتها، وثاني خليوا لها تعليق في اخر فيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف. صباح الخير، صباح النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي نهار جديد. اول حاجه نقول لكم عواشركم مبروكه، وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. عيد سعيد وعيد مبارك علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. كيفاش راكم البنات مع العيد؟ كش ما راكم توجدوا؟ كش ما وجدتوا مازلتوا؟ احنا رانا غير بشوي ان شاء الله، ربي يعيننا ويعيكم ان شاء الله. كاش قوماج كاش كش ما راكم ديروا لوجوهكم؟ كش ما وجدتوا حبات قاطو؟ المهم انا اول حاجه هنايا شوفوا، نطع 8 تاع الصباح باسكو كان عندي اليوم خدمه. نطع 8 تاع الصباح كيما شفتوا، جيت هنا اول حاجه غسلت ومن بعد لبست حوايجي، وكنت رايحه باش ندي لي كوموند. انا صراحه كيكونوا عندي اليدين محمود لي يديهم، مي كيكون عندي انا هنا في الصيف سما نولي انا اللي لازمني نديهم. هنا غسلت وجهي بالغسول ومن بعد درت له مرطب لانه حسيتو هكذا شويه عيان. مي هاد الايام اصلا انا ماني ندير له والو. شوفوا نخرج هكذاك نغسل وجهي، ندير مرطب وندير الكريم تاع الشمس ونخرج. قولوا لي انتم ماكش ما وجدتوا حبات قاطو ولا؟ انا ان شاء الله راح ندير مع ماما، يعني راح نوجدوا كيف كيف، ما على باليش يعني كل مره. وكيفاش تقول؟ قلنا غنديروا حبات خفاف كيما تعرفوا عيد الكبير مال فين صح نعيدوا نديروا في العيد الصغير، مي العيد الكبير ما نكثروش نديروا هكذا حبات كروكي ولا كش مقروط ولا كش غريبيه ولا. انا قلت لها شوفي عليا المشوك انا ندير لك المشوك، قالت لي وانا ندير الغريبيه. وثاني قلت هاو ندير واحد الصابلي هكذا كان عاجبني تاع العيد. المهم ما نعرف اح نديروه ولا لا. لا صديبو يعني اني نصور معاكم كل شيء باذن الله. تجهيزات العيد راح نبارطاجي معاكم بزاف حوايج. وهذا هو اول عيد اضحى لراجلي هنايا، باسكو اول مره يعيش معنا الاجواء هنا في الجزائر تاع العيد الاضحى. ما يلف جرب العيد الصغير، من العيد الكبير جامي عيد معنا هنا. راني يعني متحمسه باش يشوف الاجواء تاعنا هنايا. هنا كنت خرجت، رحت انا وماما ديجا، رحت كانوا عندي لي كوموند في المول، ورحت عند رحت هنا خرجت هذا باش نبعثوا في علي دين وهكذا. ومن بعد رحت ضربت دوره خفيفه ورجعنا. هنا جيت لديفاكتو البنات، باغي نشوف احنا حوايج الاولاد. حبيت نشوف حوايجات الاولاد، عندهم حوايج روعه صورتو لي غوب عجبوني، جايين خفيف وصيفي. انا ما نحبش صراحه هذوك لي موديل اللي تبقاو تشري يتلبسوا غير في العيد، هذا ما كان. نحب حاجه خفيفه تتلبس دائما سورتو مع السخانه دوك الجو صيف. هذا الموديل ثاني لقيناه، شوفوا هنا قش الدراري. شوفوا لي شيميز روعه. شوفي شيميز، شوفي هذوك. عندهم حوايج يهبلوا. هنا كانت ماما مسكينه صايمه، شوفوا كانت عيانه. والجو هذا الايام راهي سخانه تقتل. ربي يقدركم جميعا ان شاء الله اللي راهم يصوموا ان شاء الله. انا نهار عرفه ان شاء الله نصوم. المهم كانت مسكينه عطشت من الشمس والدوره، وكانوا عندنا حوايج لازم نشريوهم الاولاد، فهمتوا يعني كان لازم عليها تخرج. هنا كنا رحنا لدي فاكتو، عجبوني هذا وفتح في المول، ما عندوش بزاف، عجبوني هنا الحوايج. ديروا حوايج الكاطو باش كش ما نخدموا حبات كاطو ان شاء الله للعيد، يعني مش راح نكثروا مي هكذا في البرك.
المهم عجبوني هذو. شوفوا تاي العيد الكبير، انا كنت شريت واحدة كيما هكذا رمضان كريم، مي مكتبش ربي وديتها معايا نسيتها في دارنا. كاينه هذه وكاينه هذه، ما هذه تاع العيد الكبير. وبعد ما كملنا ولينا رحنا باش نشريو حوايج الكاطو. هنا بغيت نصور لكم هكذا، كنت قاعده نصور هكذا شويه تاع السيليكون، صورت شويه جبنه ثانيه، الحلوى تاع العيد، المكسرات تاع العيد اللي نحطوهم في الطابله. دوكا كاين لي كيما انا عندي شيخ يقول لك هذا العيد تاع لحمه يعني كل واحد وكيفاه يقول لك هذا العيد تاع اللحم. انا ساعه ساعه نقول له ابويا العيديه، يقول لي هذا العيد تاع اللحم، تاكلي غير اللحم برك ما كاش عيديه، ومن بعد هكذاك يولي مده. المهم هنا شرينا شويه تاع حلوى باش نحطهم في الطابله، هذه العاده معروفين بها، احنا الجزائريين بزاف بزاف لازم الطابله يكون فيها شويه كاوكاو، شويه حلوى، شويه متنوعه هكذا شويه. ثاني نوجدوا الحوايج تاع الذبيحه. عباكم انا ندير لكم في لا فيديو، تفكرت بلي ماما قالت لي نشري باسينات باش نحطوا فيهم، راني يعني تفكرتهم باش كي نخرج ان شاء الله غدوه نفكرها بلي تشريهم. مازلنا مشيناش تاني طابليات، يعني كان حوايج بزاف ناقصينا. طب هنا شرينا شويه تاع لوز، شرينا شويه تاع اكاجو باش كيما قلت لكم للعيد ان شاء الله وغدوه ان شاء الله. ورحنا شينا ثاني للذراري صنابل كيما سباب تاع البنات، انا جبتها لهم من مصر كي كنت ثم نحوس اخر مره كي جيت. المهم قعدت ندور قلت على بالي باسكو كي نروح في الاواخر هذوك لي جاي العيد ليامات ويكون عندي الضغط تاع الخدمه، ما عنديش الوقت باش نخرج زعما نحوس ولا ثاني نقشني كوموندي لهم كي يوصلني، برك نبارطاجيه معاكم. فشريت لهم كيما البنات شريت لهم صبابط من مصر، اما ذراري شريتنا لهم من سطيف هنايا عندنا، شينا لهم صنادل هكذا خفاف سورتو من انا في الصيف. المهم نعيدوا ان شاء الله بالصحه ولهنا، وتعيدوا نتوما ثاني بالصحه ولهنا ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، عواشركم مبروكه، وشكرا بزاف بزاف لدعمكم، شكرا لتعاليقكم الطيبه، ربي يحفظكم ان شاء الله. ما تتوقعوش شحال ينفرحوا كي البنات درنا لكم الحمد لله باش يوصلوا باذن الله قبل العيد، لانه مازال يومين ان شاء الله للعيد، فالحمد لله ربي كملنا لي كملت باش كملتهم ديهم الياليدين. ودوكا انا حاطين كنت باش نلبس جلابه، لبست هذيك الجلابه تاع عيد باغيه ندير لي فوتو انا وراني موجوري باسكو جبت لهم جلابات كيما انايا. المهم دوك نوريكم كيفاه جاو ما شاء الله عليهم، ما شاء الله كيفاه جاو. شوف وريلي راني دوري بغيت تصور ثاني هيا بعد نشوفوا جوري وراني، بعد نشوفوا جوري وراني. واو ما شاء الله شوفوا كيفاه جاو ما شاء الله عليهم، شوفوا 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 يدير لهم حلوين. شوفوا عمر ثاني هيا روح لبسنا الازرق. بدلنا الحوايج هما صايمين عمر باغي لا كريم بعد نروح نوجد الماما الفطور باسكو ماما صايمه اليوم وزيد راح تسمعي الصباح حنا شنينا لهم شنينا الاولاد صنادل تاع العيد. المهم كانت راح تسمعي مسكينه عيات وعطشت قلت انا في الدارنا تحتين، المهم في دارنا الاولى هذيك تفرز فيه الحوايج وهذيك قلت لها غادي نوجد لها الفطور اليوم، البارح وجدت لها الفطور، اليوم ثاني عييت، اليوم ثاني نوجد لها الفطور، تقبل ان شاء الله من كل صائم ان شاء الله يا ربي. هاي خش. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الدروج يعيي ويعيي. وش تحوس؟ تشري لا كريمة دوك يديك محمود تشري لا كريمة ها ورايح محمود اديه تشري لا كريمة ماشي ها ماشي هاي بدلوا حوايجكم بدلوا باش تلبسوهم في العيد عباكم والله العظيم غا الجلابة خفيفة تهبل تهبل انا عجبتني انا كاين فيها تقريبا 6 الوان والله
ما بقاو ليش الالوان بزاف. جبت البنات ثاني كيفهم وجبت ثاني في الفير بيستاج. انا عجبتني في الفير بيستاج ثاني بزاف بزاف. هذا الايام ما عندي واش بين ضغط، عندي واحد الضغط تاع الخدمه تاع العيد، راه جاي عيد ان شاء الله الاولاد. كنا كش ما نخدموا هكذا حبه كاطو مع الباش ماما واش راح دير، مي باذن الله ان شاء الله راح نعيدوا مع دارنا، يعني نكونوا مع دارنا كامل كيف كيف، ماشي كل واحد يعيد في دار، نعيدوا في دار واحده. فهذه هي الاجواء اللي حبيت نوريها لزوجي، لانه اول مره يعيد العيد الكبير هنا، فحبيت اني نوري له العيد الكبير هنا. دايره الاجواء تاع رمضان تاع العيد الكبير، مش رمضان، نشوف الاجواء تاع العيد الكبير هنا كيفاش، يجرب معنا الاجواء الجزائريه تاع العيد الاضحى. وهنا كنت بدلت حوايجي ومن بعد جيت هنا باش نطيب الفطور. كما قلت لكم هنا كنت درت حميس شويه الفلفل، وقلت لمحمود زيد روح شري لنا الفلفل باسكو حسيتو بلي ما يكفيش. هيا اللي عندي هذا شويته وقطعته، وراح زيد محمود شوا شرا وش شوا ومن بعد شوي انا نشوف فوق الكوزينير حنايا. المهم درت لها شويه حميس ودرت لها شويه شربه هكذا وشويه سلطه خفيف هبطتهم لها، باسكو ماما في الدار يعني في دارنا القديمه رجعت راهي تفريز وتنقي ربي عينها ان شاء الله. كملت درت الفطور ومن بعد وليت هبطت ديته لها وكملت عاونتها.